السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية من قرية شاوة مركز اسم بن اللوين محافظة دقالية مسقط رأس عبد اللطيف البغدادي من الضباط الأحرار. شاوة مركز المنصورة. مسقط رأس عبد اللطيف البغدادي من الضباط الأحرار ونائب رئيس الجمهورية، كان نائب رئيس جمال عبد الناصر. أنا جيت أنا مصور الفيلا بتاعته والمسجد بتاعهم يعني أنا مصور معالم شاوة كلها وعملت لقاءات كتير. فأنت بتقول إن يعني أنت قلت لي إن في ناس كتير قيادات كبيرة في الدولة جت شاوة، قلت منهم سيادتك مين؟ أول ماسك رئيس محمد نبيل. تمام، الله يرحمه. وجالنا في القطر. ما هو كان وزير الدفاع. هو كان ماسك رئيس الأول قبل جمال. يا فندم قبل الثورة كان هو وزير الدفاع. فما قامت الثوره هو بقى مسك الرئيس. تمام، ما هم ما خافهم وهو مسك، قال لهم انا ما انا قربت اموت امسك، مسك هو بقى مسك الاول. بس انت قلت ان هو جه زار شاو. جه هنا شاو ده احنا عملنا. كان مين معاه بقى؟ كان عبد اللطيف عبد اللطيف البغدادي وسعاده اللواء محمد نجيب. محمد نجيب الاول، محمد نجيب وعبد اللطيف البغدادي. ولقينا كان هو مسك رئيس بقى الدوله. وبعدين بقى كان عبد الحكيم عامر والضباط الاحرار كلهم كانوا معاه. جم هنا شاو كلهم. طيب انا برضه هقول لك خبر حلو. يعني الرئيس السيسي، احنا من دلوقتي النهارده 22/9/2022، الرئيس السيسي كرم محمد نجيب وعمل قاعده عسكريه باسمه. في قاعده عسكريه دلوقتي اسكندريه، بعد اسكندريه في المساحه اللي هي اللي ناحيه مطروح دي. عمل قاعده عسكريه باسم محمد نجيب. يبقى اذا الرئيس السيسي كرم اول رئيس للجمهوريه بعد ولاد محمد علي فاروق وغيره وغيره. بس بقى لما مسك ايوه اتفضل. لما مسك القيادات الكبيره اللي زارت شاوة دي استقبلتها فين؟ ما انت كنت موجود. عم كانوا عاملين له عاملين اصوات. عاملين اصوات عند العماره عند جنب البيت بالظبط. انت قلت لي مواليد كام؟ 37. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، والنور في وشك انت زي العسل. الله يسلمك. اللهم صل على النبي. 37 ده انت شفت فاروق وحضرت فاروق. وشفته في المنتزه. في اسكندريه. في المنتزه. ايوه قال له هناك بتاع حته كده. لما بقى بس هو بقى جه في الاخر بقى لما جه كان احترى بقى وقال لك ده ماشي مع النسوان والكلام. طب انت كان جيشك، انت قلت اتجنيت سنه كام؟ 58. اللهم صل على النبي. بعد ما الثوره قامت. لان الثوره قامت في 52. 58. كنت انا حاضر بقى، كنت في اسكندريه. يعني انت كان جيشك في اسكندريه ولذلك انت قلت. اخذت 4 سنين في اسكندريه لانها كانت بعد الحرب وكانت الدنيا ملخبطه بقى. معدله بقى عملوا قواعد بعد العدوان الثلاثي. طرب الدنيا. كان بادر الدنيا. ما هو 3 دول بورسعيد كلها جت هنا عندنا في البلد. ما انا فاكر كل مدن بورسعيد والسويس واسماعيليه. المدن القناه كلها اتهجرت هنا. يبقى مصر ده احنا عانينا كتير. يعني شاركنا في حرب 48 وبعدين حرب اليمن وبعدين العدوان الثلاثي وبعدين 67 ولحد ما ربنا اراد وانتصرنا في 73. دي اراده من عند الله. لكن زماننا مركبين زي الحمير. طبعا. بس انت بتقول اللهم صل على النبي مواليد 37. يعني شفت الكانون وشفت الفرن وشفت ما يعني كانت الحياه الجميله، الناس اللي بتاكل مع بعضها وتشرب مع بعضها. كنا كنت باكل 3 فطير الصبح. اللهم صل على النبي. شفت الفطير ايام ايام الفطير والكردوش. كلت كان حد يبيع اللبن. طب ايه الفرق بين الفطير والكردوش يا حاج؟ الكردوش كان بيتعمل بقى لما يكونش عندك لبن بتعمله. بدي ايه الذره؟ بدي الذره. وتخربشه من على الوش عشان ما يبربقش وبس، ما فيش فيه ايه من غير لبن. بس بتغطى بالقشطه. ما فيش لبن خالص ولا قشطه ولا غير قشطه. تعكم في زيت وخلاص. اسمه الجردوش. يعني واحد تصور انا اول مره اعرف الفرق الصح. تاني الفرق بين الفطير والكردوش. الفطير بيبقى معجون باللبن ومتغطى بالقشطه.
اما عفوا اللي هم حالهم ضعيف شويه بيعملوه بالميه ممكن يتغطى بالزيت سخنوه له شويه ميه وامسحوه بالزيت زي الاغبياء اللي بيعملوا البيتزا الوقت الله يصلح حالك بس اللي هم دي كان الاول بقى كان في فقر كانت الغلابه يعني الكردوش دول للغلابه ايوه اللي ما عندهمش لبن ولا قشطه لا اما اقول لك على حاجه الراجل اللي موجود دي دلوقتي الله كتر الف خير الرئيس السيسي صلى على النبي يا حاج الواحد عنده عيل او اتنين مطلعين عينيه احنا ما بنجاملش حد لا صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام احنا كنا الاول بقى نعيش الدنيا الوسطى انا راجل فلاح لا رحت وظفت ولا حد انا بقبض دلوقتي 1500 بفضل الله وانا غصب هو يدي الغلابه اللي على هذه الحالات لا بصراحه ده مخليها الاخر تمام وصرف لي تمويل الله يقويك تمويل ببلاه وبعت لي 100 جنيه زياده في 6 اشهر والناس العالم الله يقويك الله يقويك الناس اللي ما عندهمش ذمه تقول لك هو عمل ايه؟ طب صل على النبي صل على النبي القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يهب الملك لمن يشاء أيوة. فهو ربنا سبحانه وتعالى هو جه بإرادة من ربنا سبحانه وتعالى وينزع الملك من من ايه من من يشاء مصر محفوظة في القرآن مصر حاجة كبيرة من مبارك ومن مرسي ومن اهم شيء مرسي ده هي تحمه اللي بولعوا في البلد خربوه هم ما بعدين ظباط كتير وناس انت زي حسن مبارك كان نتحدث اليوم 22/9/2022 الحاج اسمه ايه؟ الحاج عبد السلام خارج من صلاة الظهر يعني لا يمارق ولا بالنفق حد لا 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 مصر اتذكرت في القرآن ادخلوا مصر ان شاء الله امنين اتذكرت سبع مرات صراحة فاحنا المسيح جه مشي فيه الانبياء جت مشي ارض الانبياء مصر كبيره أيوة. مصر كبيره اتذكرت في القران واتذكرت في الانجيل واتذكرت في الكتب السماويه كلها فان شاء الله مصر محفوظه باذن الله مره اخرى اليوم الخميس 22/9/2022 وهذه احدى الترع التي تم طبطنها اسمها ترعه ايه يا حاج؟ المبلات بين شاوة وبين متل كراد ما هي مال تبع ايه تبع متل كراد لا تبع شاوة كان ايوه طب ايه عملية التبطين يا حاج يعني الوقت كان زمان الترع بقى فيها سمك برضه الوقت يعني هي ممكن يبقى فيها سمك برضه فيها سمك الوقت يعني هي قاع ما تبطنش هو بطن الجوانب بس وساب القاع يعني هي متبطنة أرضية وجوانب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام المية زي ما أنت شايف كده طول السنة ما عادش في مشاكل ولا عفش يمنع المية ولا حاجة المية زي ما هي كده طول السنة كانت في الريف المية بتسد تشرب على الأرضية صح صح دلوقتي المية ملانة الترعة ملانة على طول الترعة ملانة وتوصل للنهاية لا للآخر يعني التبتون له فايده لا كبيره كبيره الناس يقول لك ده بيصرف فلوس